بعد إحالته من الحكومة، مجلس أمناء الحوار الوطني يعلن بدء الاستعدادات لمناقشة ملف قضية الدعم. مصر تؤكد دعمها لكل المبادرات المقترحة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، وتحذر مجدداً من الفوضى في المنطقة. عباس أمام الأمم المتحدة يدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، ويؤكد أن اليوم التالي في غزة لا ولاية فيه لأحد إلا للسلطة الفلسطينية. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدورة المحورية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم جهود تطوير قطاع المشروعات وما يقدمه من خدمات متنوعة من شأنه أن تسهم في دفع نمو هذا القطاع المهم الذي يتيح المزيد من فرص العمل. جاء ذلك خلال ترأس رئيس مجلس الوزراء لاجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تمت مناقشة تعزيز الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات وتعديل حدود تمويل الجهاز للمشروعات المتوسطة والصغيرة، سواء من خلال الجهات الوسيطة أو من خلال الإقراض مباشر. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني خطة تطوير الساحل الشمالي الغربي وموقف الغرف الفندقية المستهدفة. وخلال الاجتماع قال وزير الإسكان إن رؤية مشروع تطوير الساحل الشمالي الغربي تتمثل في إعادة تطوير لمناطق العمق بالساحل الشمالي لرفع قيمة الاقتصادية لها وتحفيز الجانب الاستثماري، فضلا عن تحسين الوجه الحضري لهذه المنطقة. جدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي التأكيد على استمرار جهود الحكومة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية. جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. وخلال الاجتماع عرض وزير الاستثمار موقف حزمة التيسيرات التي تعكف الوزارة على إعدادها حاليا بالتعاون وبالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية للوصول إلى مجموعة متكاملة من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات. نظمت وزارة الداخلية احتفالية بمناسبة العام الثالث على مبادرة جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية، والتي استطاعت أن ترسخ في شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة قيم الولاء والانتماء، وساهمت في الارتقاء بأفكارهم وثقافاتهم وتعريفهم بالمشروعات القومية عبر منتدياتها المختلفة التي استضافتها بعدد من المحافظات. استطاعت مبادرة جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية أن ترسخ في شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة القيم الاجتماعية والوطنية وقيم الولاء والانتماء. منذ أن أطلقتها وزارة الداخلية لبناء الإنسان في هذه المناطق ثقافيا وفكريا، وبمناسبة بداية العام الثالث للمبادرة، نظمت الوزارة احتفالية بمنتجع عين الحياة التابع للوزارة بمنطقة الفسطاط. استمتع خلالها شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة بالألعاب الترفيهية. لما تشوف أفضل حلفين يحمو يبنو اليوم الدين، وليك يا مصير وتودين لجل بلدنا بالأعمار. النهاردة بنحتفل بالعام الجديد الثالث، وفخورة جدا ان انا في مبادرة الجيل الجديد. تعلمت ان انا ابقى عندي مشاركة ايجابية، وتعلمت ان ابقى عندي طموح، فبجد فرحانة جدا وبشكر سيادة الرئيس. دي تالت سنة في مبادرة اتضمنا فيها،
يعني صراحة فخور قوي وشفت حاجات وتعلمت حاجات وانا قادر اكمل عشان احقق حلمي. المبادرة التي استطاعت تشكيل وجدان الشباب وزرعت فيهم الأمل والحلم والتحدي وغيرت حياتهم للأفضل تضمنت احتفالية بداية عامها الثالث حلقات نقاشية عبر خلالها الشباب عن تطلعاتهم وآمالهم وتمنياتهم لمستقبلهم بعد أن فتحت لهم مبادرة جيل جديد أبواباً من الطموحات والأحلام يمكن تحقيقها. أنا هسألك سؤال يا حبيبة، إيه الحلم اللي كنت بتحلميه زمان؟ قبل ما تتنقلي الأسمرات كان حلمي قبل ما أجي الأسمرات كان حلمي دايماً إن أنا زي ما بشوف في التلفزيون مثلاً أولاد بيروحوا نوادي كده، فكان حلمي إن أنا أكون مشاركة في نوادي أسر ثقافة الكلام ده. فلما رحت حي الأسمرات كان الكلام ده كله متوفر. إيه يا خالد اللي اتغير فيك وإنت حاسس إن وجودك في مبادرة كلنا واحد غيرك وخلاك تبص للدنيا بشكل مختلف؟ المبادرة خلتني عندي طموح. بتقعد على الفيسبوك كتير يا خالد؟ شوف ناس بتهاجم بلادك أو بتهاجم مؤسساتها. أيوة بشوف، بس أي بني آدم هتقابله مشاكل في حياته، المهم اللي هو يعافر. مهم إن هو يعافر، ما يهموش كلام الناس. ما يهمهوش كلام الناس. بداية المبادرة كنا حاجة ودلوقتي بقينا حاجة ثانية خالص. علمونا ازاي نتعامل مع الناس ونحترم أسرتنا ونحترم بلدنا، ولسه في طموحات جاية كتيرة قوي. تعلمنا من المبادرة حاجات كتير قوي، تعلمنا الإرادة والتحدي وازاي نخاف على بعض. شفت في مبادرة الجيل الجديد بلدنا بتتطور للأحسن واحنا بنتطور معاها. شهدت الاحتفالية حضورا من عدد من الفنانين والإعلاميين وخبراء الموارد البشرية الذين أثنوا على المبادرة وما لمسوه من تغيير في هؤلاء الشباب خلال مراحل المبادرة. مبادرة كلنا واحد جيل جديد، 3 سنين النهاردة بنحتفل، مولود جديد بيولد أمامنا جميعا بنشوفه. إحنا شهداء على هذا الفكر، على هذا التطور، على هذا البناء العظيم، وليس المقصود بالبناء البناء المعماري فقط ولكن بناء العقل. شفت قد إيه هناك فكر متطور، هناك لغة أخرى، هناك شباب جديد، جيل جديد فعلا. فأنا يعني بتقدم باسمي واسم كل فنانين مصر بكل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة جيل جديد. أجمل كلمة سمعتها النهاردة، إحنا ما كانش عندنا أحلام قبل ما نروح المناطق الحضرية، وبقى عندنا أحلام الحقيقة مختلفة. بيشتغلوا، بينتجوا، بيتعلموا، بيجوا هنا بيشوفوا بلدهم. دي الناس اللي الحقيقة ما يتخافش على الوطن طول ما تفكيرهم بهذا الأسلوب. قدرنا أن احنا نسجل نجاح كبير جدا في شخصية الشباب دول. متخيل قد إيه الشباب دول قدروا يتطوروا تعليميا وسلوكيا وأخلاقيا. مبادرة إيجابية، مبادرة بناءة، مبادرة بتهدف لخدمة الإنسان، لأن بناء الإنسان وتطوير الإنسان ووضع مفاهيم جديدة للشخصية المصرية اللي تواكب الجيل الجديد وتواكب الجمهورية الجديدة، هو ده اللي احنا بنهدف ليه. أجيال طلاب مصر جديدة بتقول دايما تحيا مصر. الاحتفالية استعرض خلالها الطلائع مواهبهم. أنا مصري بلدي، أنا مصري بلدي وأفتخر بترابها أرضي، وإن كان ما بيني وبينها نار هدوس وعدي، وهيجي يوم وتعرفوا قيمة البلد دي بتحدى بيها الدنيا وأنا قد التحدي. شفنا في المبادرة إنجازات بلدنا العظيمة، وفخورة إن أنا جزء من المبادرة دي زي ما أنا مفخورة ببلدي اللي شفتها من خلال المبادرة. تعلمنا في المبادرة دي يعني تسامح لما زرنا المسجد والكنيسة في العاصمة الإدارية، وعرفنا إن هم بنوا في نفس الوقت، وعرفنا يعني تكافل اجتماعي، وقد ايه مصر دي بلد عظيمه، وان شاء الله احنا نكون جزء من المستقبل ده. ضمن الاشياء اللي استفاد منها برضه من خلال هذه المبادره الرائعه، زودت معلوماته، بدا يبحث عن كل ما هو جديد في بلدنا العظيمه، غير سلوكياته. نفسه يبقى مثلا زي الضباط اللي هنا، اللي هو بيبقى جاي هو عايز بقى ان هو المره الجايه يبقى هو اللي مع الاولاد. في حاجات كتير شافها في البلد ما كانش يعرف عنها حاجه، عاصمه الاداريه يعني كدوهم أسبوع كل يوم كان بيوروهم مكان شك ومبنى شك. في حاجات كتير أنا عن نفسي ما كنتش عارفة عن حاجة، بس معانا في التلفزيون. الولاد صراحة اتغيروا كتير، لفوا يعتبر البلد كلها من محافظة لمحافظة، بيتفرجوا على المشروعات الجديدة، الصناعات اللي بتعملها الدولة. صراحة الولاد بقى عندهم تغير في السلوك والانتماء والفكر،
بقوا بيحبوا بلدهم اكتر، كل مره بينتظروا الزياره الجديده في المبادره عشان يتعلموا حاجه جديده ويستفادوا حاجه جديده. كما كانت فرصه لتقديم فقرات فنيه وغنائيه لاقت تفاعلا من الجميع. شفت مجهود المهم اللي بتبذله وزاره الداخليه علشان تربطهم بالبلد اكتر، توريهم الحاجات الانجازات اللي بتحصل على الارض، ابدا اهيئهم ان هم يبقوا نماذج في المجتمع، نماذج قويه، نماذج مفيده. سعيد ان انا موجود النهارده وسعيد ان انا شايف التطور ده اللي بيحصل في الشباب. يعني انا شفت البدايات بتاعتهم كانوا بيفكروا ازاي، وبعد كده لما حصلت المبادره دي ودخلوا فيها دلوقتي بيفكروا ازاي وتفكيرهم كله اتغير. يعني جيل بيعرف يتعامل، بيعرف يتعامل في التكنولوجيا، بيعرف يتعامل في كل الأضرار، بيتعامل بالأسلوب الراقي. في ختام الاحتفالية وجه شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة رسالة شكر وتقدير لرئيس الجمهورية. بابا الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنا وزمايلي في مبادرة كلنا واحد جيل جديد بنشكر حضرتك إنك فعلا غيرت حياتنا وعملت لنا المبادرة الحلوة دي وخلتنا نشوف الدنيا بشكل تاني. المبادرة خلتنا نزور أماكن ما كناش مصدقين إنها حقيقية، وعرفنا إن كل حاجة اتعملت كانت مهمة لمستقبلنا وإن هي دي مصر الجديدة. ده احنا كمان بنغير أهالينا وأصحابنا، احنا فكرنا إزاي نوصل إحساسنا لحضرتك فكتبنا لك الجواب ده. احنا كلنا بنحبك ونفسنا نقابل حضرتك لأنك أملنا في بكرة وعلى إيدك نحقق كل أحلامنا. شكرا يا بابا. بداية عام ثالث من مبادرة جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية، ومنذ أن أطلقتها وزارة الداخلية فهي غيرت المفاهيم لدى شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة الذين أصبحوا أكثر طموحاً في المشاركة في بناء مستقبل هذا الوطن وأصبحوا أكثر فخراً بالانتماء إليها. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني بدء الاستعدادات لمناقشة قضية الدعم التي كانت الحكومة قد أحالتها للحوار الوطني خلال الفترة الماضية، وسوف يعقد المجلس اجتماعا يوم الاثنين 30 سبتمبر، وستتم دعوة المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي، وذلك لاستعراض وإقرار الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة القضية من كافة الجوانب. ويهدف النقاش إلى وصول الدعم لمستحقيه أيا كان شكله، ويشترك فيه جميع الجهات المعنية السياسية والتنفيذية والمجتمعية إضافة إلى ذوي الخبرة والتخصص، على أن تنطلق الجلسات في أقرب وقت ممكن الفترة المقبلة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الأستاذ حسام عيد الخبير الاقتصادي. أستاذ حسام بعد التحية، يعني في البداية قراءتك لبيان مجلس أمناء الحوار الوطني وتأكيده على التزام الحيادية في بحث ملف الدعم.
أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم وبالسادة المشاهدين. طبعا منذ بداية انطلاقة الحوار الوطني منذ أكثر من عام وتحديدا منتصف العام الماضي، شهدنا مناقشة لأهم ملفات التي تخص الدولة المصرية على كافة المستويات، سواء المستوى السياسي أو المستوى الاقتصادي أو المستوى الاجتماعي. وجاءت جلسات الحوار ومناقشات الحوار مع مختلف القوى السياسية ومختلف الخبرات المتواجدة في الدولة المصرية، وجدنا بعض الحلول لبعض المشكلات التي كانت تواجه الدولة المصرية في بعض الملفات الهامة، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي. وتأتي أيضا بعض النجاحات التي شهدتها جلسات الحوار الوطني والحلول التي يعني توصل إليها كل أطراف المشاركة في الحوار الوطني. يعتبر الحوار الوطني حاليا بمثابة مجلس استشاري للدولة المصرية لأي من المشكلات أو القضايا التي تواجه الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة. وطبعا زي ما تابعنا كلنا بدء أو دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني للتشاور والتعاون مع مختلف القوى السياسية والاقتصادية لوضع أو لبحث مشكلة الدعم في الموازنة العامة للدولة. أعتقد أن هذه المناقشات سوف يعني تظهر بعض من الجوانب السلبية في موضوع الدعم، وسوف يكون هناك مقترحات مختلفة ومتعددة تكون لها تأثير إيجابي على الدعم ووصول الدعم لمستحقيه. وده ما تعودناه من مجلس أمناء الحوار الوطني، وهو التكاتف والاجتماع على مصلحة الوطن والمواطن المصري خلال الفترة الأخيرة. طيب برأيك أستاذ حسام، ما هي أهم المحاور التي يجب أن يتضمنها النقاش بشأن ملف الدعم سواء العيني أو النقدي؟ يعني زي ما تابعنا كده على مدار سنوات ماضية عديدة، شهدنا فيه بعض الـ 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 السلبيات التي كانت تحدث في عملية الدعم، ووجود بعض العوائق يعني كادت أن تمنع في بعض الحالات وصول الدعم لمستحقيه. أعتقد أن التوجه أو توجه الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية بتحويل الدعم من عيني إلى نقدي، وده للوصول إلى أكبر يعني فئات المجتمع المستحقة لهذا الدعم. اعتقد ان من اهم المحاور التي سوف يعني يتم مناقشتها خلال الجلسات المقبله ان شاء الله يكون المحور الاساسي او الرئيسي هو تحويل الدعم من عيني الى نقدي بشكل كامل. وده لعدم وجود بقى بعض من السلبيات وعدم وجود بعض من لم يستحقوا الدعم لاتخاذهم هذا الدعم. اعتقد ان الدعم النقدي هو الأكثر عدالة للمواطن المصري، وهو بمثابة يعني الأكثر استهدافا لحياة المواطن ودعم المواطن المصري في ظل ما يشهده المواطن المصري من تحديات مترتبة على الأزمة الاقتصادية التي يعني ظهرت منذ أكثر من 4 سنوات، بداية من جائحة كورونا، وكان لها تأثير سلبي كبير جدا على الاقتصاد المصري وألقت بظلالها على الاقتصاد المصري. وأيضا الأزمات الجيوسياسية، بداية من الأزمة الجيوسياسية ما بين روسيا وأوكرانيا مطلع عام 2022، ومرورا بالأزمات الجيوسياسية الأخرى، وانتهاء بالصراع في منطقة الشرق الأوسط وتصاعد وتيرة الأحداث خلال الفترة الأخيرة. كل دي كان لها سلبيات، كان لها أثر سلبي على حياة المواطن. أعتقد أن تحويل الدعم من عيني إلى نقدي سوف يكون له تأثير إيجابي على حياة المواطن، وسوف يحظى المواطن بانخفاض لحدة الأزمة الاقتصادية التي يشهدها. وده اللي هيبحثه ده اللي هيبحثه المجلس ويرفع هذه التوصيات الى الحكومه. الاستاذ حسام عيد الخبير الاقتصادي، اشكرك جزيل الشكر. تؤكد مصر ضروره تسويه القضيه الفلسطينيه واقامه الدوله الفلسطينيه المستقله على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتشدد على أهمية وقف العدوان الجاري على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية، شارك وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي
في اجتماع وزراء خارجية تجمع البريكس، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وخلال كلمته أدان وزير الخارجية بأشد العبارات العدوان على قطاع غزة، والتي أدت إلى خسارة أرواح الأبرياء والتدمير واسع النطاق وعدم الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك تداعياتها على أمن الملاحة الدولية. في هذا الإطار شدد عبد العاطي على مطالبة مصر بوقف فوري لإطلاق النار والتزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني وضمانها حماية المدنيين بصفتها قوة احتلال، مشددا على ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق للقطاع، ومشيرا للانتهاكات في الضفة الغربية والقدس حيث تستمر إسرائيل في انتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي على ضرورة مواصلة جهود تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والنمسا، خاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري. وخلال لقائه مع وزير خارجية النمسا ألكسندر شيلنبرغ على هامش أعمال الدورة 79 للجامعة العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تناول الوزير عبد العاطي التصعيد الإسرائيلي الخطير في لبنان، مؤكدا على ضرورة التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وحذر من اتساع نطاق الصراع في المنطقة وجرها إلى حرب إقليمية. كما التقى الوزير عبد العاطي نظيره الفرنسي جانويل بارو، حيث أكد أهمية تكثيف الجهود الرامية لخفض التصعيد في المنطقة وتحقيق وقف لإطلاق النار في غزة. وأشار إلى مواصلة مصر لمساعيها الدولية لحشد الدعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ومتصلة الأراضي على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، فضلا عن منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة. جددت مصر تحذيرها من أن الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية تهدد بانزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى حالة من المواجهات والفوضى، وستعرض شعوب المنطقة لعواقب خطيرة يصعب السيطرة عليها. وذكرت الخارجية في بيان لها أن مصر ستواصل جهودها في التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية لاحتواء هذا التصعيد الخطير، وتطالب بوقف إطلاق نار فوري وشامل ودائم بغزة ولبنان. كما أكدت الخارجية أن مصر تؤيد جميع المبادرات والترتيبات المقترحة التي من شأنها التوصل لتلك التهدئة الشاملة والدائمة في المنطقة، وشددت على أن مفتاح تلك التهدئة يظل مرتبطا بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع وبتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. أصدر عدد من الدول من بينها الإمارات والولايات المتحدة والسعودية وقطر إلى جانب الاتحاد الأوروبي بيانا مشتركا دعت خلاله لوقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما على الحدود بين لبنان وإسرائيل، وذلك لإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية للتوصل لتسوية دبلوماسية تتفق مع القرار 1701. وأكدت الدول أنها مستعدة بعد ذلك لدعم كل الجهود الدبلوماسية الرامية لإبرام اتفاق بين لبنان وإسرائيل خلال هذه الفترة. كما دعت الدول كافة الأطراف بما في ذلك حكومتا إسرائيل ولبنان لتأييد وقف إطلاق النار المؤقت على الفور.
أعلن البيت الأبيض أن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين سيعقدون اليوم محادثات بشأن لبنان في نيويورك. وأوضح البيت الأبيض أن المباحثات مستمرة بشأن وقف لإطلاق النار مدته 21 يوما. في السياق ذاته أيضا قال مسؤول في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تتوقع ردا من لبنان وإسرائيل في غضون ساعات على دعوة وقف إطلاق النار. وأضاف المسؤول الأمريكي أن الدعوة لم تشمل غزة، معربا عن أمل واشنطن في أن يوفر وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان يوفر المجال والمساحة لاستئناف مفاوضات تبادل المحتجزين. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تتوقف حتى تحقق كل أهدافها. وأضاف نتنياهو في تصريح له بعد وصوله نيويورك إن من أهم الأهداف هو عودة سكان الشمال إلى منازلهم. كان نتنياهو قد أكد أنه لم يرد على اقتراح أمريكي فرنسي لوقف إطلاق النار في لبنان. هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير بمقاطعة أعمال الحكومة الإسرائيلية في حال إبرام اتفاق على وقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني. يأتي ذلك ردا على مقترح دولي بهذا الشأن، حيث لوح بن غفير بالاستقالة في حال التوصل لاتفاق. أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدر مقرب من حزب الله أن الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية استهدفت قائد وحدة المسيرات في حزب الله محمد سرور من دون أن يتضح مصيره بعد. كان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أنه شن ضربات دقيقة من دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأنها. من جانبها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط قتيلين و15 مصابا جراء الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. الله أكبر. مجد حبيب ورا حبيب، مجد غالي ورا غالي، صدمة ورا صدمة. قول إنا لله وإنا إليه راجعون. قصفوهم أين مدرين عنهم إلا هم أيهم مقطعين شقف يا خير. صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن حكومة الاحتلال شنت حرب إبادة على قطاع غزة وما زالت ترتكب جرائم حرب باعتراف المجتمع الدولي بأكمله. وخلال كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد عباس أن إسرائيل لم تكتفي بحرب الإبادة في قطاع غزة، بل بدأت بشن عدوان آخر على الشعب اللبناني، مشددا على أنه على إسرائيل أن توقف الحرب في لبنان وفلسطين فورا. استغلت ما حدث لشن حرب إبادة جماعية شاملة على قطاع غزة، وارتكبت ولا تزال ترتكب جرائم حرب باعتراف المجتمع الدولي. اسمها جرائم حرب، وها هي إسرائيل اليوم تشن عدوانا آخر على الشعب اللبناني. الشعب اللبناني يتعرض لحرب إبادة أيضا، وعليه على إسرائيل أن توقف الحرب في كل من لبنان وفلسطين. هذا وأوضح عباس رؤيته للأوضاع فيما بعد الحرب، مؤكدا أنه يجب توفير الحماية الدولية للفلسطينيين على أرضهم و تولي دولة فلسطين لمسؤولياتها في القطاع وممارسة ولايتها الكاملة عليه، بما في ذلك المعابر الحدودية وعلى رأسها معبر رفح الحدودي بين مصر وفلسطين. وشدد عباس على أن معبر رفح الحدودي يجب أن يعود كما كان قبل الحرب لولاية الدولة الفلسطينية. توفير الحماية الدولية للفلسطينيين على أرض دولتهم المحتلة، بدنا حماية
لأنه إحنا لا نحارب إسرائيل، وليس لدينا الإمكانية أن نحارب إسرائيل، وليست لدينا الرغبة أن نحارب، ولكن على الأقل نريد حماية أولادنا وأهلنا ونسائنا، نريد حماية دولية. سادسا، تولي دولة فلسطين مسؤولياتها في القطاع لتمارس ولايتها الكاملة عليه، بما في ذلك المعابر الحدودية، وعلى رأسها معبر رفح الدولي بين مصر وفلسطين كجزء من خطة شاملة. هذا ما كان بيننا وبين مصر، هذا المعبر يجب أن يعود كما كان. ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تأوي نازحين في جباليا شمال قطاع غزة إلى 15 شهيدا. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن من بين الشهداء أطفالا ونساء، مشيرة إلى إصابة العشرات بجروح من بينها حالات خطيرة جراء استهداف الاحتلال بالقصف الصاروخي لمدرسة الفلوجة في مخيم جباليا. يأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه السلطات الصحية في قطاع غزة بارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 41,534 شهيدا منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي. نشرة أخبار التاسعة من التلفزيون المصري لا تزال مستمرة معكم وتتابعون فيها. بايدن يعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 8 مليارات دولار تشمل أسلحة نوعية جديدة. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا تتجاوز قيمتها 8 مليارات دولار لمساعدة كييف في الانتصار على الغزو الروسي. جاء هذا الإعلان بينما يزور الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الولايات المتحدة، وتتضمن المساعدات أول شحنة من قنابل موجهة متوسطة المدى تسمى سلاح المواجهة المشتركة بمدى يصل إلى 130 كيلومترا، بما يمنح أوكرانيا تطويرا كبيرا للأسلحة التي تستخدمها لضرب القوات الروسية. Yesterday, with over 30 nations and the EU, we launched a joint declaration of support for Ukraine's recovery and reconstruction, some of it using Russian assets as well. And so, with both these actions, we make it clear we stand with Ukraine now and in the future. We've got a lot to discuss, so let me close with this. These two elements are critical to how this war ends. Let me be clear. Russia will not prevail in war. Russia will not prevail. Ukraine will prevail, and we'll continue to stand by you every step of the way. So thank you for being here, and the floor is yours. Thank you so much, Mr. President. Mr. President, thank you for your strong support for the decision that are helping us protect Ukraine, Ukrainians, our home. We deeply appreciate that Ukraine and America have تابعنا مع حضرتكم عبر الهواء مباشرة لقاء الرئيس الأمريكي بناظريه الأوكراني بالبيت الأبيض. ونعود لاستكمال هذه النشرة، حيث أكدت الحكومة اليابانية أن الصين لم تبلغ طوكيو مسبقا بالتجربة التي أجرتها على صاروخ باليستي عابر للقارات في المحيط الهادئ. كانت وزارة الدفاع الصينية أفادت بأن الدول المعنية بهذه التجربة، أي التي تقع ضمن أو قرب مسار الصاروخ، تملأ إبلاغها مسبقا. في لحظة حاسمة أطلقت الصين تجربة صاروخية نادرة لصاروخ باليستي عابر للقارات مزود برأس حربي وهمي في عرض المحيط الهادئ. وبينما تعلن وزارة الدفاع الصينية أن هذه التجربة جزء من برنامج تدريبي روتيني، يرى الخبراء أنه لا يمكن تجاهل الإشارات القوية التي تبعث بها، فقد جاء الإطلاق في وقت تتصاعد فيه النزاعات في بحر الصين الجنوبي، حيث تتحدى بكين السيادة الإقليمية
لدول الجوار، وتبقى تايوان الجزيرة المتنازع عليها تحت نظرها كجزء لا يتجزأ من أراضيها. تجربة الصاروخ خارج المجال الجوي الصيني تعد سابقة نادرة وتثير تساؤلات حول نوايا بكين الحقيقية، حيث يرى المحللون في تلك الخطوة دليلاً على تحديث جاد للقدرات النووية الصينية في وقت يقدر فيه أن الصين قد تمتلك أكثر من 1000 رأس نووي بحلول عام 2030. في المقابل تواصل الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في المنطقة، مرسلة سفناً حربية إلى بحر الصين الجنوبي مدفوعة بتعزيز تحالفاتها ومواجهة الطموحات الصينية. فالعلاقات الصينية الأمريكية التي تزداد توتراً تتجه نحو الهاوية، خاصة مع تأكيد بكين على أنها لن تتوانى عن استخدام القوة لاستعادة تايوان إذا لزم الأمر. في هذا السياق تمثل تجربة الصاروخ الباليستي علامة فارقة في استراتيجية بكين العسكرية، وتذكيراً صارخاً للعالم بقدرتها على التأثير على موازين القوة في المحيط الهادئ. ومع استمرار التوترات يبقى السؤال الأهم، إلى أين ستقود هذه الديناميكيات الجديدة في منطقة المحيط الهادئ التي شهدت في العقود الأخيرة تحولات جذرية قد تجعلها متأهبة لاستقبال أي طارئ قد يغير من ملامحها؟ واصلت المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، واصلت فعالياتها الميدانية المجانية في جميع أنحاء الجمهورية في إطار تنفيذ محاور المبادرة لتطبيق الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، مع تقديم الأنشطة التوعوية في جميع المجالات، وذلك منذ إطلاق رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لهذه المبادرة. وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، أعلن عن وصول إجمالي عدد الخدمات التي قدمتها مبادرة بداية إلى 18,148,942 خدمة، موضحا أنه خلال الأيام الماضية استفاد من خدمات هذه المبادرة في مجال تمكين وتدريب المرأة ما يقرب من 116,276 مستفيدة. وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 3 اتفاقيات تعاون مع كلية الملكية البريطانية والمعهد المعتمد للتكنولوجيا المعمارية البريطانية ورابطة المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، وذلك بحضور وزير التعليم العالي أيمن عاشور. تهدف الاتفاقيات إلى تعزيز تدريب وتأهيل الطلاب لسوق العمل في مصر والعالم، وتسعى هذه المبادرات إلى تحسين جودة التعليم المصري في مجالات الطب والمحاسبة والهندسة، مع تقديم فرصة للطلاب للحصول على الزمالة الملكية البريطانية. وقعت اليوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتفاقيات تعاون مع الكلية الملكية البريطانية والمعهد المعتمد للتكنولوجيا المعمارية البريطاني ورابطة المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ونصت الاتفاقيات على الاستثمار في العقول الشابة عن طريق التدريب والتأهيل. النهاردة يوم الحقيقة في التعليم العالي ومنظومة التعليم العالي يوم غير عادي، لأن احنا بنتنقل بالتعليم العالي المصري للعالمية من خلال أول 3 تشارترز أو مؤسسات بتربط ما بين الخريج وسوق العمل الدولي، من خلال 3 مؤسسات كبيرة زي الكلية الملكية في أدنبرا، ودي أكتر من 500 سنة تاريخها. أعتقد أن الأمر في الأساس هو تطوير العلاقات وبناؤها بين مصر وبريطانيا، والوزير كان واضحا حول إرادته الوصول لتعليم دولي داخل مصر، وأعتقد أن اليوم هو خطوة هامة جدا لعدد من المجالات الطبية والهندسية والمحاسبة، وهو فرصة أقوى للشباب في مصر أن يحصلوا على فرص عمل في المستقبل. 3 اتفاقيات تم توقيعها لتدريب وتأهيل الطلاب لسوق العمل في مصر والعالم، ويهدف التعاون إلى تأكيد جودة التعليم المصري في مجال الطب بمختلف تخصصاته والمحاسبات والهندسة، فضلا عن فرصة الحصول على الزمالة الملكية البريطانية بمستوى طلاب مصريين لينافسوا محليا وعالميا. اتفاقية رائعة
بجد فعلا فعلا يعني فكرة حلوة جدا من الوزارة ومن دكتور أيمن عاشور ومن دكتور كحيل ان هم جابوا الشارتر دي هنا، لان احنا طبعا كده بنأهل طلابنا من هم لسه في مرحلة الجراديويشن ان هو يعرف الاختبارات ويتظبط في مناهج ويعملوا له سبورت ازاي هيدخل الاكزام ده وايه اللي مطلوب، ونقدر نعدل في الكاريكولم كمان بحيث ان احنا نوصل ان الخريجين بتوعنا يقدروا يتوظفوا بره، اللي عايز يسافر وجود مكاتب ثابته كمان هنا زي ما اعلن معالي الوزير. اول حاجه احنا هنا بنوقع اتفاقيه، فدي مهمه جدا ان احنا انهينا مرحله من مذاكره تفاهم الى اتفاقيه قانونيه، فاحنا خلاص على التنفيذ. طب احنا ايه اللي احنا ايه اللي تشارتت وايه اللي احنا عايزينه من التشارتت؟ التشارتت هي الكيانات اللي مسؤوله عن على المهن او التخصصات المختلفه كتوصيف وتدريب، زي كليه ملكيه الجراحيه، هي منظمه في ادنبرا لمهنه الجراحه في طب الاسنان والطب. The Royal College of Surgeons of Edinburgh has a long history of. كليتنا لها تاريخ طويل في التعاون مع المؤسسات التعليمية في مصر، وخلال الأعوام السابقة استطعنا أن نطور علاقات وطيدة مع الشعب المصري خصوصا في مجال الصحة العامة، واليوم هو فرصة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030 وتوطيد العلاقات مع المجتمع المصري. وكانت وزارة التعليم العالي قد عملت خلال 9 أشهر ماضية للوصول لوضع هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ، والتي تعد فرصة واعدة لفتح آفاق جديدة للطلاب وسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل، بالإضافة لتطوير التعليم وتعزيز الخدمات الطبية وغيرها في مصر. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. موعدنا الآن مع أخبار الاقتصاد. أخبار الاقتصاد ومصطفى نزار. مصطفى. شكراً محمد عبد الله، شكراً نهى توفيق. أهلا بكم مشاهدين الكرام في أولى جولاتنا في نشرة 9 أخبار المالية والأعمال في هذه النشرة. أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة انتهاء الحكومة من تحديد المواقع والاستثمارات المطلوبة لتحقيق هدفها بالإضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة للشبكة الكهربائية. وخلال لقائه وفدا من رؤساء وممثلي 24 شركة يابانية عاملة في قطاع الطاقة المتجددة، أكد هيبة أن مستهدفات الحكومة في هذا القطاع لا تقتصر على إنتاج الطاقة، وإنما تعميق القطاع صناعيا وتجاريا، وتستهدف الحكومة توطين تكنولوجيا إنتاج التوربينات والألواح وغيرها من مكونات محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ومن طاقة الرياح. أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط أن البيئة الاقتصادية الحالية تدفع العديد من أفكار دول العالم إلى تقليل استثماراتها لتلبية مدفوعات الديون الخارجية، خلال مشاركتها في فعالية رفيعة المستوى ضمن فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. أكدت المشاط على أن مبادرة بريدو تاون سعت منذ إطلاقها في عام 2022 إلى دفع الدعوات الدولية بشأن إعادة هيكلة وإصلاح البنية المالية الدولية وزيادة تدفقات رأس المال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أشارت الوزيرة إلى أن إصلاح نظام التصنيف الائتماني الدولي بات جزءاً رئيسياً من تطوير المنظومة المالية الدولية، بما يمكن الدول منخفضة الدخل والأكثر عرضة للصدمات من جذب المزيد من الاستثمارات والوصول بها إلى أسواق رأس المال وسد فجوات التمويل المتراكمة. خلال لقاء وفد من ممثلي السفارة الأمريكية ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية لبحث إمكانية التعاون في تمويل مشروعات الوقود الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية وليد جمال الدين حرص المنطقة الاقتصادية على التعاون مع كافة شركاء التنمية والمؤسسات الدولية لخفض تكلفة الإنتاج والتشغيل لتسريع وتيرة إنتاج الوقود الأخضر من خلال التعاون لتمويل مشروعات الوقود الأخضر. انهت البورصة المصرية نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب.
فيما مالت تعاملات العرب للبيع وسط تداولات بلغت 4.6 مليار جنيه، وربح فيها رأس المال السوقي 7 مليارات عند مستوى 2.149 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بما نسبته 0.8% ليصل ويحقق ما قيمته 31,276 نقطة. كما زاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 7,425 نقطة. وكذلك صعد مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 10,577 نقطة. أكد مصدران في أوبك بلس أن التحالف الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفائها في طريقه للمضي قدما في زيادة إنتاج النفط والمقررة في ديسمبر كانون الأول، لكن يتعين عليهم أولا خفض الإنتاج لمعالجة الإنتاج الفائض من بعض الأعضاء. أشار المصدران إلى أن الخطة لا تمثل أي تغير كبير عن السياسة الحالية، بعد أن ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن السعودية ملتزمة بقرار أوبك بلس رفع الإنتاج في الأول من ديسمبر، وستتخلى عن هدفها غير الرسمي لسعر النفط عند 100 دولار للبرميل لاستعادة حصتها في السوق. ومن المقرر أن تجتمع لجنة تضم كبار الوزراء من أوبك بلس في 2 أكتوبر القادم، ومن غير المتوقع إجراء أي تغييرات على سياسة الإنتاج. انتهت جولتنا مشاهدينا الكرام، ونعود إلى محمد ونهى. شكرا جزيلا لك مصطفى. انطلقت في العاصمة السعودية الرياض فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب الذي يضم أكثر من 2000 ناشر من 30 دولة، وتحتل مصر المرتبة الثانية بعد الدولة المضيفة من حيث عدد الناشرين. الناشرين المصريين دايما بيشاركوا في كل معارض المملكة، ولا سيما معرض الرياض اللي هو المعرض الأكبر والأهم في المملكة العربية السعودية. الرياض والمملكة الحقيقة من الدول التي تحتضن الكثير من الجاليات العربية وخصوصا المصريين يعني، فالناشر المصري دايما بيحرص انه يبقى في هذا المعرض موجود وممثل. مصر هي من اكثر الدول، هي الدوله الاكبر في الانتاج يعني انتاج الكتاب، ولذلك السنه دي والسنوات الماضيه كمان هتلاقي حضرتك مئات الناشرين، يعني السنه دي اظن حوالي 200 ناشر مصري مشاركين، وبنحرص ان دول يزيدوا كمان، يبقى في الاف العناوين ومئات الناشرين، ونخدم القارئ المصري والعربي والسعودي. المشاركة المصرية في هذه السنة مشاركة فعالة، مشاركة كبيرة، لنا دور نشر كبيرة مثل دار الكرمة، دار الرواق، دار الدون، دار الرسم الكلمات وغيرها وغيرها الكثير، لتضيف الإثراء الثقافي لهذا البلد. وللمزيد حول فعاليات معرض الكتاب بالرياض تنضم إلينا مباشرة الزميلة لمياء موافي مراسلة التلفزيون المصري. أهلا بك لمياء، ونتحدث عن مشاركة 30 دولة في معرض الرياض للكتاب. المشاركة المصرية أو مصر تحتل المرتبة الثانية بعد الدولة المضيفة من حيث عدد الناشرين، حدثينا أكثر عن المشاركة المصرية بتفاصيلها، تفضلي. يعني بالفعل انطلقت اليوم بالعاصمة السعودية الرياض فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب تحت شعار الرياض تقرأ. يعني المعرض منذ فتح أبوابه الساعة 10 صباحا وتوفد إليه العديد من الزائرين اللي جم من مختلف مدن المملكة للاستمتاع بالإصدارات الجديدة والمختلفة التي تقدم خلال المعرض. المعرض هذا العام يحتفي بقطر هي ضيف
ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب، أيضا بيحتفي بالشاعر الراحل بدر بن عبد المحسن، نظر لإسهاماته الكبيرة في مجال الشعر العربي. يعني كما قلتي، مصر دائما بتكون صاحبة الصدارة بعد الدولة المضيفة هنا السعودية في كل معارض الكتاب، سواء في معرض الرياض أو معرض المدينة أو معرض جدة. يعني كانت قناة الأولى دايما معانا في كل المعارض، ونقلنا قد إيه يعني في توافد كبير على الأجنحة المصرية بكافة الإصدارات، يعني الإصدارات الأدبية والعلمية وأيضا إصدارات الطفل، في غزارة من خلال الكتاب المصريين والمهتمة بكتب الطفل. دعيني أقول لك أن معرض الرياض هذا العام بيقدم أكثر من 200 فعالية ثقافية، منهم أمسيات شعرية، أمسيات فنية، ندوات حوارية. المعرض هذا العام بيحتفي يعني وبيركز على الترجمة من خلال تأثير الترجمة على الهوية الثقافية وأيضا استخدام التكنولوجيا في الترجمة. أيضا محبي الأفلام الوثائقية من خلال هذا المعرض سيتعرفون على كيفية كتابة الأفلام الوثائقية، مونتاج الأفلام الوثائقية. أيضا محبي الشعر سيكون هناك يعني شعراء من داخل المملكة وخارج المملكة، نعم، يقدمون يعني ندوات شعرية مختلفة. يمكن المميز واللي يعني دايما بيركز عليه الشباب اللي بيجوا المعارض هنا في المملكة العربية السعودية، المنصات اللي بتجمع بين القراء والكتاب، بيكون في إهداءات خاصة من الكتاب للقراء من الشباب، والجميع اللي بيجي بيقفوا طوابير كبيرة جدا أنا بشوفهم علشان ياخدوا إمضاءات الكتاب، نعم، ويعني وأيضا نسخ مجانية من الكتب. نعم. إليكم مرة أخرى زملائي. شكرا جزيلا زميلتي لمياء موافي مراسلة التلفزيون المصري. ونتحول في نشرة أخبار التاسعة إلى أخبار الكرة والملاعب. إلى ميزار نتحول، تفضل. شكرا من جديد نهى وشكرا محمد. أهلا بكم مشاهدين الكرام في محطتنا الثانية، أحوال الكرة والملاعب محليا وعالميا. نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف عبر صفحته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي شكل درع كأس السوبر الأفريقي المقرر غدا الجمعة بين فريقي الزمالك والأهلي، ورصد الكاف مبلغ 500,000 دولار للفائز بلقب السوبر الأفريقي، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 250,000 دولار، ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر غدا الجمعة بغريم التقليدي نادي الزمالك الذي يقوده فنيا البرتغالي جوزي جوميز في مباراة كأس السوبر الإفريقي في السعودية. أعلن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي خوض عدة مباريات ودية خلال المرحلة القادمة على ملعب استاد الإسماعيلية استعدادا للموسم الجديد. يلاقي الإسماعيلي نظيره طلائع الجيش يوم 9 أكتوبر القادم على استاد الإسماعيلية في ثاني ودياته ودية الفريق ضمن فترة إعداد الموسم الجديد. كما يلاقي الفريق نظيره الجونة يوم 16 أكتوبر على ملعب استاد الإسماعيلية في إطار اتفاق الجهاز الإداري للدراويش على مجموعة من الوديات للفريق لتجهيز اللاعبين للموسم القادم. أكد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تمكين الشباب وتوجيههم نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقرارا وازدهارا، حيث تأتي النسخة الثانية من قمة الشمول المالي والرقمي للشباب ذات أهمية كبرى. وأوضح الوزير أن الدولة تضع في صدارة أولوياتها تمكين الشباب وإشراكهم في مسارات التنمية الشاملة التي تخدم رؤية مصر 2030. جاء ذلك خلال انطلاق النسخة الثانية من قمة الشمول المالي والرقمي للشباب تحت شعار جيل 2030 بالمركز الأولمبي بالمعالي، بحضور لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة والشخصيات العامة والإعلاميين والمؤسسات ذات الصلة. شارك المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للتايكوندو بعد 50 لاعبا بعدد 50 لاعبا ولاعبة في منافسات بطولة الجمهورية تحت 14 سنة
التي أقيمت بالصالة المغطاة بجامعة حلوان. هذا واستطاع أبطال المشروع القومي تحقيق 30 ميدالية متنوعة في جميع مستويات البطولة على المستوى الفردي ومستوى الفرق، حققوا 3 كؤوس في الترتيب العام. يعد المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي أحد المشروعات الواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف المواهب الرياضية ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن. نجح المنتخب الوطني الأول للبادل في الصعود لنصف نهائي تصفيات بطولة العالم والمقامة في الكويت خلال الفترة من 22 حتى 27 من سبتمبر الجاري. تأهل الفراعنة قبل النهائي في منافسات الرجال بعد الفوز على اليابان بنتيجة 2-0، ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني في نصف نهائي الرجال مع أستراليا. وفيما يخص منافسات السيدات، صعد منتخبنا الوطني بعد الفوز على الكويت بنتيجة 3-0، كان منتخب السيدات قد صعد لربع النهائي بعد تصدر المجموعة الثالثة عقب الفوز على البحرين برباعية نظيفة ثم الفوز على المنتخب الإيراني بنتيجة 2-1. انتهت مشاهدين الكرام هذه الجولة الرياضية، ولكن التاسعة ما زالت مستمرة. نعود إلى محمد ونهى. شكرا جزيلا لك مصطفى. تحل اليوم الذكرى الرابعة لوفاة الفنان المنتصر بالله. اشتهر الفنان الراحل بأعماله الكوميدية وبقدرته على الارتجال والخروج عن النص المسرحي بما يضيف لمسات مرحة ومميزة، ووصلت أعماله إلى حوالي 180 عملا تنوعت بين المسرح والتلفزيون والسينما. الآن مشاهدينا مع الأحوال الجوية والطقس. وقفة أخيرة مع مصطفى نزار. شكرا زملائي محمد ونهار. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة، أحوال الطقس ودرجات الحرارة. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس حار على القاهرة الكبرى والأوجه البحرية والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء. وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة على محافظات ومدن الجمهورية كالتالي: العظمى في القاهرة 33 والصغرى 24 والإسكندرية 30-22 ومطروح 29-23 و بورسعيد 30-25 والإسماعيلية 35-22. بالنسبة للسويس فدرجة الحرارة 34 والصغرى 23، العريش 30-21، طابة 31-25، شرم الشيخ 36-27، الغردقة 35-26، الأقصر 39-24، أسوان 39-24، الوادي الجديد 36-25، حلايب 32-28، وأخيرا شلاتين 34-27. والآن نستعرض معكم درجة الحرارة المتوقعة غدا الجمعة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.
وبهذا نصل إليكم من ختام هذه النشرة، ولا يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز العناوين. بعد إحالته من الحكومة، مجلس أمناء الحوار الوطني يعلن بدء الاستعدادات لمناقشة ملف قضية الدعم. مصر تؤكد دعمها كل المبادرات المقترحة لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وتحذر مجدداً من الفوضى بالمنطقة. عباس أمام الأمم المتحدة يدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، ويؤكد أن اليوم التالي في غزة لا ولاية فيه لأحد إلا للسلطة الفلسطينية. نهاية نشرتنا، إلى اللقاء.